عشان كده لو تفتكر افضل تصريحات لك. كابتن صالح سليم لما كان دايما بيسألوه على أدواره في السينما، كان دايما بيشوف نفسه ممثل، مش يعني هو حتى ما كانش دايما يعني كانش بيعتز قوي بأدواره، رغم ان هو عمل يعني أدوار انا شخصيا بحب، يعني انا شخصيا بحب جدا فيلم باب مفتوح مثلا. لعيب الكورة يعني عنده نزعة انه لعيب الكورة اهم من الفنان، او هو يعني نجومية لعيب الكورة اكبر من نجومية الفنان، فبالتالي هو مش محتاج قوي لنجومية الفن. لا هي الموضوع مش كده دلوقتي، هي موضوع ما كابتن شريف عبد المنعم عمل 8 افلام او 11 فيلم تقريبا حاجه مش فاكر يعني، كلهم اعتقد ظابط من 8 تقريبا صح؟ ل 11 دور واحد اللي هو كان نفسه يعمل شرير، بس هو اتاخد في دور ظابط دايما. ايوه لكن انا بتكلم في ايه، النجم وهو بيبقى رايح لعيب الكوره راح يسجل، انت قدامك فنان نجم كبير برضه، فهو بيحس ان هم بيتعاملوا مع الفنان اكتر من النجم الكوره اللي لسه هيخش، فلا فالنجم رايح هو كمان، لا انت معلش انت جايبني نجم، فانت لو مش عايز خلاص براحتك مع السلامه. فهو النجم عايز يحس بتقديره ان انا كمان نجم، انا مش جاي اللي هو انت جايبني اللي هو ايه حطني في دور او حطني في دور، لا لو مش تديني اهتمامي شكرا مع السلامه، انا مش جاي لك، انا مش فارق على فكره ان انا امثل. عشان كده كابتن صالح لما مثل يمكن احسن دور واحسن شخصيه ليه هو الشموع السوداء، انا شخصيه بختلف كابتن معاك صالح طبعا، الباب المفتوح بالنسبه لي ماشي، بس بامانه. الشموع السوداء كانت شخصيه كابتن صالح سليم بجد مش هزار، لا شخصيه وكاريزما وقرارات بياخدها، لا تحسي ان انا لا واقف قدام كابتن صالح اللي هو شخصيته بتاعت النادي الاهلي اللي هو بياخد قرار وهو حتى بره مصر قرار خلاص، فلا كان دوره مهم جدا. في ادوار تانية كوميديه كابتن اكرامي عمل حاجات بالنسبه لي انا كنت بحبه، فمع عادل امام في ادوار كتير عجبتني، في رب ولد، في حاجه في ناس عملت حاجه كويسه يعني. احمد صلاح حسني لغايه دلوقتي ناجح لان اتعامل بشخصيه ان انا دخلت عايز ابقى بفرض نجوميتي على الكارير الفني، فبقى عنده شخصيه وعنده كاريزما يعني ربنا يوفقه دايما يعني. مين الممثل اللي ممكن يعمل قصة حياة كابتن هشام؟ يوسف الشريف انا بحبه يعني، انا بحبه شكلي، بحب شكله وهو صاحبي وبحسه كده ان انا بلاقي نفسي فيه يعني، او انا هو يعني احنا قريبين من بعض، شبه حتى والكاريزما يعني. هو عمل العالمي طبعا، عشان كده بقول لك هو عمله حلو قوي، كان حظي ان انا كنت ساعتها كنت مسافر، فكنت عايز اعمل معاه، انا كنت داخل معاه في دور كبير معاه شويه يعني، كنت اخد مساحه كويسه، كنت انا مسافر وهو كلمني، لان انا كانت بدايه تعرفي بيه كنت انا بلعب في الاتحاد السكندري، وكان في رمضان وكان بيصور فيلم اخر الدنيا، بص انا بحفظ كل افلامه وبحفظ كل طبعا مسلسلات طبعا، اخر اخر الدنيا الدنيا مع اللي عرفنا نيلي من نيلي كريم كريم صحيح. بالظبط، فهو كان في اسكندريه وكان لسه اول يعني دور يعمله، وكان قاعد معانا في نفس الاوتيل واحنا كنا معسكرين في الاوتيل ده اسبوع عشان عندنا معسكر عشان عندنا ماتش، هو كان قاعد لوحده يعني، عارفه واحد لوحده مكسوف لوحده قاعد بيستنى لما يكلموه عشان يطلع يعمل الاوردر، فاتعرفت عليه، لا ولد جميل جدا وبني ادم شخص جميل جدا يعني. طيب احنا معانا قبل ما نختم فقرتنا، الفقره الرمضانيه او الطقوس الرمضانيه، 3 كروت، احمر اصفر اخضر. الاصفر هي ظاهره